يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيتها الفضليات، أيها الأفاضل، حديث قبيل الإفطار محطات إيمانية تواصلية، سنحاول من خلالها أن نحيي عبادة من أعظم العبادات ومن أحبها إلى الله، عبادة لا يجوز ولا يليق بالمؤمن أن يغفل عنها، إنها عبادة الذكر والدعاء. فالذكر أيها الكرام طوق نجاتنا، ولا نجاة لنا بدونه، والدعاء فضفضة إلى الله وبوح إليه بما يقض مضجعنا ويذهب راحتنا ويقلق بالنا، وفيه استجابة لأمر الله الذي قال في كتابه المجيد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سيقول قائل: لماذا الذكر ولماذا الدعاء؟ لأنه بالذكر والدعاء يحقق العبد أعظم مقامات التعبد لله سبحانه وتعالى. فالعبد حال الذكر والدعاء يظهر فقره، ويظهر ذله، ويظهر مسكنته بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولأننا في حياتنا الدنيا فيما نعيشه من ابتلاءات ومن امتحانات نحتاج دائما أبدا إلى معية الله سبحانه وتعالى. معية الله هي معية التوفيق، معية الهداية، معية التسديد، معية الإرشاد، معية التوجيه. المعية بهذه المعاني لا تنال إلا بالدعاء وبذكر الله سبحانه وتعالى. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني، وأنا معه إذا ذكرني. بالذكر والدعاء تنال معية الله سبحانه وتعالى. حديث قبيل الإفطار، برنامج سنحاول من خلاله كما قلت في دقائق معدودة أن تأخذ بيدي وأن أخذ بيدك، لنرتقي جميعا في مراقي الذكر، لنسلك سبيل الله جل وعلا في لطف وفي يسر وفي خشوع وفي خضوع. سنحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن نعيش مع مقامات الذكر والدعاء حالة إيمانية تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين الله جل في علاه التوفيق والسداد والرشد والصواب في القول والعمل. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.